وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، تفضل قول لنا علاش درتوا هذه الوقفة الاحتجاجية وفين وصلت فين وصل ملفكم المطلوبي؟ إلى اليوم نظمت التنسيقية الزاجة الجديدة للإسكان وقفتين، ماشي غير وقفة أستاذ. الوقفة الأولى كانت أمام ولاية الدار البيضاء كما استهدفوا بها السيد الوالي خالد السفير، بينما من بعد هذه الساعة كنا أمام الوكالة الحضرية نظمنا الوقفة الثانية اللي استقبلونا في الوكاله الحضريه تم الاستقبال ديالنا وتناقشنا حول الملف. المهم المطالب ديالنا في زناته وبنيه خلفوا الشلالات اضافه الى بعض الدواوير في اعمال المحمديه، هي استفاده جميع المتزوجون الجدد، استفاده ملاك الاراضي يعني اصحاب الارض اللي تم التبخيس بالتعويض ديالهم، وتم تراجع السيد العام على منح وحده تجزئه سكنيه، هو التراجع نفسه اللي عم جميع الملفات منها الساكنه ديال دور الصفيح اللي كنطالبوا بتعجيل مكان الاستفاده، والاستفاده تكون داخل مدينه زناته الجديده، اضافه الى حرمان المتزوجين الجدد والارامل والمطلقات، وناهيك على بعض المشاكل الاخرى اللي كتعرفها عين حروده وشلالات، هي المتاجره في الشواهد السكنه، المتاجره في استعادات استدعاءات الاستفاده بوازع انتخابي، بحيث ان الساده ديال النساء والرجال السلطة عبر المنطقة مثل ما يقع في المقاطعة في المحاكمة الإدارية الثالثة، حيث تتواجد القائد بوتينة اللي حرمت شاب نجدية في امتحانات البكالوريا لأن ما منحاتش شهادة سكنة، واليوم الأخت ديال نفس الشاب مقبلة على امتحانات البكالوريا بعد شهر، ها هي لا زالت تماطلها ما منحتها شهادة ديال السكنة وغادا تحرمها، وفي الوقت اللي وحدين آخرين بذريعة انتخابية كيتوصلوا من نفس السيدة القائد نفس الملحقة وشواهد ديال السكنة من أجل نصرة أحد أو بعض المنتخبين لدسكية ميزانية. وهو الأمر صعب لأن السلطات العمومية لا يجب أن لا تتدخل ولو بقدر شق تمرة في الانتخابات. اللي تقول فيه خطيرة أنيس الدودي رئيس تنسيقية زناتة الجديدة للإسكان والتنمية. تماما أستاذ، قد نزيد كان أكثر، هو أن قبل 15 يوم، تخيل معايا انه قبل 15 يوم هناك شواهد سكنه واستدعاءات استفاده اللي تمنحت لبعض الناس ب 10 ديال المليون. اذا خطير انيس. نعم انيس، دابا انت تتكلم على امور خطيره فيها رشوة، فيها المشاركة في حملات الانتخابية رغم أن القانون لا يخول لها أن تشارك في الحملات الانتخابية السلطة العمومية. أنت برأي بصفتك رئيس تنسيقية زناتة الجديدة للإسكان والتنمية، علاش ما ترفعوش، علاش ما تبلغوش هاد التجاوزات حسب ما جاء على لسانك لوزارة الداخلية أو السيد العام؟ نعم أستاذ، أولا نبدأ بمن تحنت منه، السيد العامل. السيد العامل دائما كنرف له فاكسات، كنطلبوا لقاء. اشنو وقفنا مع السيد العام العالي سيد بشكل مدينه المحمديه؟ هو انه فوجئنا برجل كان يجدر بان يكون رجل الحوار. علاش؟ لانه كان برلماني وكان جاي من حزب قدم تضحيات بل قدم شهداء، لكننا فوجئنا ان الرجل يجيد سياسه فريق تسود، الرجل متعصب، الرجل لا يملك الحوار. السيده اللي كانت العامل قبل منه اللي كانت فوزيه منصار اللي كانت هي اللي كنقولوا واخ على اين؟ اذا لقيتو حتى الباب ديال العام الموصول، ما لجاتوش لوزاره الداخليه؟ واخ على اساس طلبنا بعد اللقاء مع السيد خالد السفير الوالي، ما كاين شيء. وزير الداخليه مازال، انما نحن الان بصدد بعث رساله، جوج اشياء. اولا رساله ملكيه مديله ب 20,000 توقيع لصاحب الجلاله. علاش صاحب الجلاله؟ لاننا بيتنا نؤمن انه بات الملاذ الاخير، الا كان غير ينصرنا شي واحد غنصنا غير صاحب الجلاله. اما هاد الناس المسؤولين صافي ملينا منهم. كاين عز، والغريب في الامر هو ان حتى المانشين الاوروبيين اللي طايعين الفلوس من اجل بناء مدينه زناته الجديده شاطين عليهم ان المدينه يجب ان تنال رضا وقبول الساكنه. هاد الناس بين المطرقه والسنان باغيين يتحايلوا علينا وما باغيينش يخسروا المانشين. اذا حنا غادي نرسلوا رساله مديرة بشير التوقيع صاحب الجلاله، اضافه الى عريضه غادي تكون ب 25,000 توقيع لرئيس الحكومه، لاننا الان في هذه الايام كاين نقاش حول في عريضه غادي يديروا فيها 25,000 توقيع. 25,000 توقيع، راه كاين الان في البرلمان
يسود النقاش حول هذه القضية العريضة. أقل عدد خص يكون هو 7200، بينما إذا وصلت 25000 توقيع أنيس. نعم أنيس الدودي، أضطر أنني غادي ننهي معك الحوار. شكرا جزيلا لك أنيس الدودي، ولنا لقاء إن شاء الله في مستقبل الأيام بخصوص ما تعيشه ساكنة زنة الجديدة من مشاكل. أنيس الدودي رئيس انسقية زنة الجديدة للإسكان والتنمية كان معنا مباشرة عبر الهاتف، وكل واحد شاف راسه تضرر من التصريح ديال أنيس الدودي. مرحبا، احنا تنعرف السلطات العمومية خص موافقة من هنا من الوافق، غير واحد البيان توضيحي صيفطوه لينا وندوزو، ما كاين حتى شي مشكل. برلمان الشعب، شكرا مهدي، شكرا زينب، شكرا مستمعينا الكرام، ألقاكم غدا، إلى اللقاء.